يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقبل الله سبحانه توبة العبد إذا عاد مرات كثيرة إلى نفس المعصية ثم تاب ثم عصى ثم تاب؟ نعم، يقبل الله التوبة ولو تكرر الذنب، ولا يقنط المسلم من رحمة الله، عليه أن يتوب ولو تكرر منه الذنب، ولا يقول إن الله لا يقبل لأني كررت. نعم.